بسم الله الرحمن الرحيم. يوما بعد آخر تتضح الصورة أكثر ويبدو الخليفيون على أعتاب السقوط. فالمسيرات الضخمة التي تجتاح البحرين يوميا ومسيرة يوم أمس يوم الجمعة كانت بحق تعبيرا شعبيا عن الرفض المطلق للحكم الخليفي. ولو كان لدى هذه العائلة هذه العصابة درة من الكرامة لاستقالت فورا ولا تركت الحكم، لأن الشعب ببساطة يقول لها ارحلي، لقد إنه كررها لهم ارحلوا، فهذا ليس مكانكم أن تحكموا شعب البحرين شعبا متحضرا، هذا أمر مرفوض جملة وتفسيرا. لو كانت لديهم درة من الكرامة لرحلوا، أما أن يأتي مندوبهم ولي العهد الخليفي إلى بريطانيا ليستجدي منهم الأمن ويستجدي منهم الدعم العسكري فهذا دليل على فشلهم، خصوصا أن هذه الزيارة تأتي بعد أن أكد الرئيس الأمريكي أمام الأمم المتحدة ومن على منبرها أمام الرأي العام العالمي بأن البحرين تشهد ثورة ليس كما يدعي الخليفيون طائفية، إنما هي ثورة وطنية سياسية تريد أن تقتلع الظلم والاستبداد والديكتاتورية وتستبدلها وتستبدل كل ذلك بحكم الشعب، وأن يكون للشعب رأيه وحقه في تقرير مصيره. لقد فشل الخليفيون في إدارة الحكم وعليهم أن يرحلوا، فلا مكان لهم أن يحكموا شعبا متحضرا وهم عصابة متخلفة عاشت على قطع الطرق وعلى استباحة دماء الآخرين وعلى التعذيب وعلى النهب والسلب. لقد حان الوقت للتغيير في هذه المنطقة لتتمتع شعوبها بالحرية والأمن في ظل قرار يتخذونه بأنفسهم بدون أن تكون هناك هيمنة من أحد. وما قاله الشعب يوم أمس وما يقوله يوميا في مسيرات القرى والأرياف إنما يؤكد أن الشعب لا يريد أن يبقى مرتهنا لدى عصابة تعيش على الارتزاق وتعيش على الدعم الخارجي وتأتي بالاحتلال لكي يدعمها. لقد حان الوقت لرحيلهم فليرحلوا.